السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بأنشطة تقويم ودعم وتوليف تعلمات الوحدة الثالثة من مرجع فضاء الرياضيات الخاص بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي. إذا لنبدأ بالسؤال الأول: أعد وأكتب عددا في كل فراغ. إذا لاحظوا معي، لدينا ستة. إذا ستة تساوي اثنان زائد أربعة. إذا ستة تساوي اثنان زائد أربعة. إذا نكتب ستة تساوي اثنان زائد أربعة، أي اثنان زائد أربعة يساوي ستة. نفس الشيء لاحظوا معي، لدينا في المجموع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إذا سبعة. سبعة تساوي أربعة زائد ثلاثة. إذا أربعة زائد ثلاثة، أي 3 زائد 4 تساوي 7. 8 تساوي 4، لاحظوا معي عدد الزهور باللون الأصفر. إذا 4 زائد 4، إذا 8 تساوي 4 زائد 4، أي 4 زائد 4 تساوي 8. هنا نتحدث دائما عن الكتابات الجمعية. لاحظوا معي 9، إذا تساوي كم من وردة باللون الأصفر؟ 1 2 3 4 5 زائد 4 وردات باللون الأخضر. إذا 5 زائد 4، إذا فخمسة زائد 4 تساوي 9. نمر الآن إلى السؤال الثاني: أكتب ما يناسب أقصر من، أطول من، له نفس الطول. إذا لاحظوا معي الشريط الأخضر والشريط الأزرق. إذا لاحظوا معي الشريط الأخضر ولاحظوا معي الشريط الأزرق. إذا الشريط الأخضر أقصر من الشريط الأزرق. إذا أقصر من الشريط الأزرق. لاحظوا معي الآن الشريط الأصفر والشريط الأحمر. إذا الأصفر أطول من الأحمر. إذا أطول من الأحمر. لاحظوا معي الآن الشريط البني والأحمر. إذا الشريط البني والأحمر لهما نفس الطول. إذا نقول الشريط الأحمر له نفس طول الشريط البني. نمر الآن إلى السؤال الثالث: أكمل تلوين كل الخانات بالأحمر وأكتب العدد. إذا سنتمم التلوين باللون الأحمر. لاحظوا معي، إذا كل الخانات، إذا المطلوب أن نلون كل الخانات. إذا سنلون إذا جميع الخانات باللون، إذا الخانات المتبقية سنلونها باللون الأحمر. إذا ثم بعد ذلك سنحدد العدد الذي قمنا بإضافته عبر تلوين هذه الخانات باللون الأحمر. إذا لاحظوا معي، إذا أتممنا التلوين. إذا الآن سنعد. إذا لاحظوا معي 4، كم من خانة باللون الأحمر؟ 1 2 3 4 5 6 6. إذا المجموع هنا هو 10. إذا المجموع هو 10. لاحظوا معي بالنسبة للحالة الثانية، إذا المجموع هو 10، أي 10 زائد 0. إذا لم نقم بتلوين أي خانة. إذا جميع الخانات ملونة باللون الأزرق. لاحظوا معي 7 زائد كم من خانة؟ زائد 3، إذا يساوي العدد 10. هنا نحن نتحدث عن الكتابة الجمعية للعدد 10. إذا العدد 10 يكتب على شكل 6 زائد 4 أو 10 زائد 0 أو 7 زائد 3 أو 5 زائد 5. نعم، إذا لأنه قمنا بتلوين 5 خانات باللون الأحمر. السؤال الرابع: أكتب العدد المناسب. 1 2 3 4 5، 5 تفاحات. 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا 8 حبات من الإجاص. لاحظوا معي الصحن فارغ ليس به شيء، إذا 0. إذا لنحسب عدد حبات الكرز: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا العدد هو 10. نمر الآن إلى السؤال الخامس: أصل كل عدد بالشريط العددي وأكتبه. 1، إذا 2 مكانها هنا بعد العدد 1. إذا 1 2 3 4 5 6، إذا هنا سنصله ببطاقة العدد 6. 7 8 8 يليها العدد 9، إذا 9 ثم 10 هنا في نهاية الشريط. نمر الآن إلى السؤال السادس:
أكتب كتابة جمعية تمثل الأقراص الملونة في كل حالة. إذا لاحظوا معي، إذا سنكتب العدد الذي العدد الممثل بالأقراص الزرقاء 1 2 3، الأقراص الحمراء 1 2 3، إذا 3 زائد 3 تساوي 6. إذا نفس الشيء، سنحسب عدد الأقراص الزرقاء ونكتبه هنا، عدد الأقراص الحمراء ونكتبه هنا، ثم نحسب المجموع 1 2 3، 1 2 3 4. إذا 3 زائد 4 تساوي 7. 1 2 3، 1 2 3 4 5، أي هنا 3 زائد 5 تساوي 8. لاحظوا معي، فدائما الأقراص باللون الأزرق يبقى عددها ثابت، المتغير هي الأقراص باللون الأحمر. إذا 3 أقراص باللون الأزرق و 1 2 3 4 5 6، 6 أقراص باللون الأحمر. إذا العدد الممثل هنا هو 9. إذا 3 زائد 6 تساوي 9. السؤال 7 والأخير، أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. إذا سنرتب هذه الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. لاحظوا معي، لدينا 5 8 3 7 10. إذا أصغر عدد هو العدد 3، وأكبر عدد هو العدد 10. المطلوب منا أن نرتب الأعداد من الأكبر، يعني سنبدأ من العدد الأكبر 10. إذا سنكتب هنا 10. إذا 10 سيليه العدد الأكبر المتبقي، إذا سنحذف العدد 10. لاحظوا معي، ما هو العدد الأكبر المتبقي؟ العدد 8. إذا سنحذف العدد 8 ونكتبه هنا في مكانه. نفس الشيء، لاحظوا معي، لدينا العدد الأكبر المتبقي في الاقتراحات، العدد 7. إذا نفس الشيء، سنحذف العدد 7 وسنكتبه في الخانة المناسبة له. نمر الآن إلى العدد الأكبر المتبقي. إذا العدد الأكبر المتبقي هو العدد 5، إذا سنحذفه من الاقتراحات وسنكتب العدد 5 في مكانه المناسب. ليتبقى لنا العدد 3 الذي قلنا عنه بأنه أصغر عدد، وسنكتبه في مكانه المناسب. إذا هكذا يتم ترتيب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. إذا إلى هنا أصدقائي ينتهي هذا الفيديو. موعدنا يتجدد دائما على نفس القناة مع باقي دروس المرجع. إذا الفيديو القادم إن شاء الله تعالى سنجيب من خلاله على أنشطة تقويم ودعم تعلمات الأسدس الأول. إذا جميع دروس الأسدس الأول سنقوم بدعمها وتقويم المكتسبات. إذا في الفيديو القادم إن شاء الله تعالى، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.